الشغل اللي تشتغله بيدك تحس ان انت سويت شيء وعارف ان الشغل اللي مسويناه انت 100%. عالم السيارات تعلمناها من صغرنا احنا وشوي شوي طورنا في روحنا يعني. من كذي ابتدينا في رياضة السيارات مثل ما تشوف الحلبة كانت في 2003 كانت صحراء. ومثل ما شفت يعني أخذ شغلها كلها تقريباً 400 يوم الحلبة من صحراء إلى ما تشوف كل الفاسيليتي اللي موجود فيها. ما حد كان مصدق. الحين اللي صار إن أنا أشتغل في القسم الثاني اللي هو في الأفرود، أعلم كل من إنه شلون يقدر يمشي في الأرضنا اللي هي البحرين. دائماً وقت اللي سوي تصميم حق ترك يعني فلازم تمشي يعني أول شيء تطلع تشوف المنطقة كلها كامل فأرسمها كده على ورقة يعني وبعدين أطلع فيها بسيارة. في ناس واجد تقول لك لا الموتر ما يقدر يسوي الموتر بس مخصص مثلاً حق شارع الموتر فناخذهم إحنا ونوديهم ونقول لك تفضل طالع. احنا كل السيارة اللي عندنا هنا من الوكالة طالعة مو مغيرين فيهم اي شيء ولا مبدلين تيارات ولا مبدلين اي قطعة فيهم. ارضي اللي هي بلدي روح يعني كلمة ارضي هذه حياتي يعني اخذ كل شيء عندي بس لا تاخذ البحرين. It's my land. هذه ارضي.